اهلا كيفكم؟ ما ادري احس كذا بسوي انترو يعني. اهلا كيفكم؟ فيديو اليوم حيكون زي ما انتم شايفين طبخ. شايفين اللبس؟ ايش رايكم؟ الحين عرفتوا ليش طلبتوا؟ اذا شفتوا الفيديو حق طلباتي من امازون اكيد فهمتوا ليش انا طلبت هالاشياء. انا لقيتها الوصفة في اليوتيوب، ولكن اذا تعرفوني يعني انا احب اسوي كل شيء على طريقتي. انا حتبع الوصفة ولكن حغير فيها شوية بطريقتي، اوكي؟ فحنشوف مع بعض كيف تطلع. أتوقع أنها حتطلع كويسة، لأني أنا يعني مرة أحب هذه الخضروات، بس ما قد جربت أني أطبخها كلها مع بعض. يعني ما قد جربت أستخدم حمص، أوبس طيحت شوية. anyway، ما قد جربت أحط حمص مع بطاطس حلوة، بطاطا حلوة وسبينش كمان، سبانخ. ما قد جربت هذه الثلاثة يعني مع بعض. طبعا في مقادير ثانية، ولكن هذه يعني اللي أنا بالنسبة لي خلطة جديدة. إذا تبغوا تشوفوا يعني خلف الكواليس راح أحط لكم الرابط هنا. خلينا نبدأ بفيديو اليوم والطبخة الجديدة. اوكي، الان المقادير كلها جاهزة. قطعت الثوم وقطعت بس شوية يعني فصين، حاستخدم هذا القطر. واول شي طبعا نحط فيه اللي هو الزيت. انا هذه حاجة اتعلمتها من ماما، دايما نبدأ نحط زيت وثوم اول وبعدين اضيف البصل. اوكي حبيبي، ايش فيك؟ تبي تقولي هاي؟ كم سي هاي، كم سي هاي، كنسي هاي. وهنا ساتشي حتشرف معايا المطبخ، صح؟ صح؟ يا طعمك يا طعمك. اوكي يلا روح لعبي. نسيت فين كنت، نسيت ايش كنت اقول. راح استخدم الزيت اول شيء، زيت الزيتون، او يعني اذا تبغوا تقدر تستخدموا زيت جوز الهند كوكونات اويل، بس انا راح استخدم زيت الزيتون. اوكي تعالي هنا يا كاميرا. والان راح احط الثوم، اضيف الثوم، الزيت، والان راح اضيف البصل. استخدم البابريكا، راح اضيف بس قد كذا شوية. خلطت كل شيء مع بعض، والان راح اضيف احلى شيء اللي هو البليلة، اكثر شيء احبه، راح اضيفه.
خلنا نشوف قد كذا كفاية. يعني بالنظر أختار قد إيش أنا أبغى يكون في الشوربة، يعني كم يكون فيها خضار. الآن راح أضيف البطاطا الحلوة. كذا يكفي بس. اوكي نحط شوية زيادة بليلة، تعرفوا كيف أحب البليلة. اوكي يا سلام يا سلام. أنا راح أضيف الطماطم في الوصفة. هم عادة يستخدموا صلصة الطماطم، ولكن أنا أحب دائما أضيف حتى مع الصلصة، أحب أضيف طماطم فريش عشان مدري أحس الطعم يكون يعني أحلى من المعلب. كل شيء معلب معلب ما أحب، فأحب يكون شوية مع فريش. وطبعا راح أضيف الصلصة. أوه بعدين راح أحط هذه الكيوبس، vegetable cubes، اللي هي يعني vegetable broth أو ما أعرف إيش الاسم الثاني، seed stock، يعني نكهة تعطي نكهة، يعني نص. فرح أحط شوية كذا مع الصوص. الآن رح أحط صلصة الطماطم، هذه مارينارا 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 صوص. هي صوص حقت باستا، لكن أنا أستخدمها في كل شيء. أي أكلة أسويها دائما أستخدم فيها هذه الصلصة. أوكي يعني تقريبا 4 ملاعق على حسب أنتوا الكمية اللي أنتوا راح تسووها، أنتوا قد إيش تحبوا تحطوا صوص. مع كل شيء راح نخلطه. بعد ما خلطنا كل هالأشياء مع بعض، أنا راح أضيف موية. يا سلام يا سلام. وزي ما شفتوا أنا خليته يطبخ عشان أتأكد إنه طبخ كويس. أجرب واحدة من البطاطس أشوف إذا صارت لينة ولا كفاية ولا لا. لازم أتركه يطبخ زيادة. آخر شيء السبانخ، لكن بنتأكد إنه كل شيء طبخ لأنه السبانخ ما يحتاج للطبخ. اوكي الان ارجع اشيك اجرب اكل بطاطا واشوف اذا كانت لينة. اذا صارت لينة معناته الشربة جاهزة. مرة لينة. مرة طعمة. مرة جنة. مرة حلوة. يا سلام يا الله مرة طعمها حلو. اوكي الان راح اضيف السبانخ، والسبانخ هو مغسل اوريدي وجاهز، فراح اضيف السبانخ. يا سلام شوف كيف شكلها حلو.
perfect. صار شكلها مرة حلو، لونها حلو، وخلاص وكذا صارت جاهزة للأكل. ياي مرة متحمسة ذوقها. أوكي خلينا نحطها في صحن حلو. أجربها، أنا راح أجربها ونشوف كيف. أوكي أضيف هنا، أحط لي شوية في الصحن عندي ونشوف كيف طعمها. أوكي يلا، أحس إنها مرة طعمها تكون. خلنا أحط لي شوية بطاطس كذا. مرة تجنن. Oh my god طعمها يجنن. هذه أحلى شربة سويتها في حياتي، أطعم شربة سويتها في حياتي. Oh my god حموت. طعم البطاطا الحلوة والطماطم طعمهم مع بعض ما توقعت انه يجي لهالدرجة طعم، يعني تحسوا sweet و sour. حلو حامض مع بعض. خلنا نشوف كده مع السبانخ والبليلة. مرة طعم، خلاص ما اقدر اوقف. انا مرة انصحكم انكم تجربوها، اطعم شربة سويتها في حياتي ماني مصدقة. لي فترة اسوي شربات خضار، يعني اجرب اشكال كثير، ولكن هذه اطعم واحدة جربتها، والحمد لله انها هي اللي طلعت في الفيديو، يعني اني صورتها لكم عشان تسووها. انا طبعا حروح يعني اكل واستمتع بوجبتي الان. لا تنسوا اللايك والسبسكرايب وزر الجرس كمان والباتريون اذا حبيتوا تدعموني، الرابط في الاسفل. وايش كمان، ولا تنسوا البث، احب اشوفكم واسولف معاكم في البث ان شاء الله يوم الجمعة. وشاركوا الفيديو مع اصحابكم. يلا اشوفكم في الفيديو الجاي، باي.